كرة القدم. الكرة دي فن ولعب كبير. السنة اللي قال دي مدرسة أوروبا الدوري تعيش معاه. اتفرج بقى على الأستاذ. تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز أوف فانتسي مساء الخير. حلقة جديدة من ستارز أوف فانتسي، وطبعا تفوق كبير جدا للثعلب على العالمي تقريبا. يعني وميدو مش معانا النهارده للاسف، ولكن واضح ان هو اختفى في ظروف غامضه بعد الهزيمه مرتين على التوالي. واضح ان ميدو ما لعبش في الدوري الانجليزي، واضح ان هو كان بيلعب هنا بس، ويعني ضحك علينا او خدعنا. صباح الخير يا سيف. صباح الفل يا ثعلب. عامل ايه؟ عامل ايه؟ انا بس كل حلقه باكد لك ان انت كنت غلط. والله بجد انا جاي النهارده وكل اسى وكل اسف. وانا قايل لك من اول يوم هيجي بعد شويه وهيقول لك الاكونت قفل ومش فاكر الباسورد ومش فاكر حاجه. 3-0 9-0. هو حاليا بيعمل محضر، وفرق لك بيعمل محضر كتير ان الاكونت مش هو بيعمل فط اعداد كويس. يعني ده نتاج طبيعي يا سيف. نتاج طبيعي ليه بقى؟ مفيش مفاجاه يعني. كتر اللعب السيني فجاه جاب معاك نتيجه. يعني مش شرط انك لعبت هناك فتبقى فاهم كل حاجه يعني. مش قاعده، ممكن تبقى هنا وفاهم هناك برضه. لا لا يعني الواحد بيبقى فاهم شويه حاجات. وبعدين عمل الواد ميدو عمل حاجه حلوه جدا، عمل وايلد كارد. لو ساب فريته القديمه كان جاب له مثلا بتاع 80 نقطه النهارده. هو مش موافق. تخيل. يعني برضه بص يعني على طول فرق 10-11. ميدو لو كان ساب فرقته القديمه، مع ان انا قلت ان صلاح هيعمل له شغل كبير. اللي عمل له هو خلي بالك اللي بيجيب نقط لميدو صلاح. بس مفيش غيره. الاول جوله صلاح جاب له جول، وعمل برضه عمل معاك شغل جامد. ماشي، بس انا بجيب ستيرلينج بيجيب حاجات. ويلسون، اوباميانج بيجيب، دينيا بيجيب، الكسندر يعني عندي ناس كتيره بتجيب، لكن هو مفيش غير صلاح. بس بصراحه ثعلب انت عندك رؤيه، يعني اللي يشوفك كده يقول ما عندكش حق خالص. بس لا يعني في فكر. انت بس مش بتقعد معايا كتير فانت خدت عليا شويه. لا عشان عارفك. بقيت عارفني يعني. عشان عارفك فمش مخدوع يعني. اتكلمت معاك عارف ثقافاتك وفكرك وكده، مفهوم القصه يعني. بس على فكره عايز اقول لك حاجه، الواحد لما بيركز في اللعبه دي في ناس كتير قوي في مصر جامدين جدا في الفانتسي جدا يعني بيجيبوا حاجات مش متخيل جابها ازاي. يعني تلاقي الناس جايبه لعيبه الانجليزي نفسهم مش عارفينهم قوي، وتلاقي جايب نقط كويسه. يعني في لعيبه كتيره اشوف مصر حاطين كتير على فكره. يعني بوكي ده تحليل بشكل كبير وبتفهم في الكوره بشكل كبير. لا بوكي تحديدا يعني، بوكي يمكن من جو بعد الجوله قلت ميدو هنا في الحالات الاولى نورتش عند راس حربه كويس، بس انا كنت متخيل انه هيجيب 5 تجوان في 3 ماتشات بدايه. يعني ده 10 لعيب يجيب 4 تجوان او 5 تجوان في 3 ماتشات على مستوى الدوري الانجليزي ككل. ان يجيب واحد طالع من تشامبيونشيب يلعب فيرست تيم يلعب بريمير ليج يجيب 5 تجوان في 3 ماتشات، منهم 1 في ليفربول و3 في الماتش اللي بعده، وبعدين الماتش اللي فات مع تشيلسي بيجيب جون برضه وعامل جون. 3 في نيوكاسل ماتش تشيلسي جايب جون وعامل جون. وتلاقي من داي 1 في ناس في مصر عارفه بوكي، فده بيبين لك الناس بقت مركزه وملمه جدا بكل الاحداث. يعني بمناسبه الناس، في معانا 4 هم المتصدرين المشهد حتى الان ومستنيين الشهر الاولاني يخلص عشان نعلن الفائز ويبقى في جايزه من ال جي. احنا عارفين طبعا ان معانا السبونسرز بتاع البرنامج نانو سيل من ال جي وزد. هشام شاكر 245 نقطه حتى الان، احمد ارتيا 244 نقطة، محمد عادل 242 نقطة، محمد حمزة 241 نقطة. سكور كبير. سكور كبير جدا. 245 في 3 ماتشات. لا أرقام كويسة جدا يعني، بيعملوا في كل أسبوع على الأقل 80، معدل 70-80، ده رقم كويس على مدار 3 أسابيع. أنا شايف كويس جدا يعني بجد. وبعدين تلاقي ناس بتعمل دبل تريبل كابتن في الأوائل، ما أعرفش إزاي يعني. في جرأة رهيبة إن أنت يعني اول اسابيع في الدوري دايما بيبقى اللعيبه لسه مش في حالتها الطبيعيه، بيبقى لسه بياخد الريتم بتاع الماتشات، تلاقي ناس حاطه تريبل كابتن. لكن بحييهم بصراحه، ناس مركزه جدا. ليه ميدو بقى يعني انا اسف طبعا رؤيته توقعاته رؤيته ضايعه. لا لا سيبك من التوقعات، بس التوقعات دي احنا عاملينها في حاجه كده على جنب
عشان نكسبه يعني. اه لكن انا يعني بتكلم حاجه بناخد فيها. انا بتكلم على الماتشات. لا هو اي حاجه. ايه دي بقى دي؟ اه ايه دي يعني دي؟ ودي اسر دي دي اي دي كلام عشان هو البرنامج. اي كلام تعاطفت مع ميدو وحطيت نوضحها بقى انها تعاطف مع ميدو. بص حتى الصوره تدل ان هو كيوت. اي حاجه ياكل عيش برضه. طيب نرجع نتكلم. عايز اتكلم عن كلوب وعن ليفربول ان هو ازاي بيتصدر المشهد بالشكل ده وللموسم الثالث بيأدي الحقيقه بشكل جيد، وواضح ان هو عنده السنه دي منافسه زي السنه اللي فاتت مع السيتي، ولكن برضه المنافسه واضح ان هي هتقعد لاخر ثانيه. فاصل ونرجع بعد الفاصل مع الثعلب ونعرف كلوب هيعمل ايه السنه دي. نرجع تاني ونفكر في كلوب، ونفكر في كلوب النهارده ازاي مع ليفربول بيتصدر المشهد، وازاي قادر ان هو يحافظ على قوام فرقته من غير اي صفقات، من غير دخول اي حد، بنفس التشكيله بنفس الفريق، بيلعب بالسنه الثالثه على التوالي. السنه اللي فاتت معلق مع السيتي، دايما يقول لك يعني حتى الخط لما بيعلى بيبقى في بعض الشيء كده نزول. لا هو قادر ان هو يبقى ستاندرد يعني. بص السنه دي ليفربول يمكن احسن ماتش عمله حتى الان. احنا ما لعبناش كتير، لعبنا السوبر بس، لعبنا السوبر مع تشيلسي ولعبنا ثلاث ماتشات في الدوري. يمكن احسن ماتش عمل ليفربول وجهه نظري هو الماتش ارسنال ده، احسن ماتش ليفربول. اول ماتشين في الدوري مع تشيلسي، وحتى ماتش تشيلسي ما كانش كويس، او ما كانش الحاله الطبيعيه مع نورتش، طبعا فرقه ضعيفه شويه، لكن مع ساوثهامبتون ما كانش كويسين خالص. ساوثهامبتون كان احسن بكتير جدا. ماتش تشيلسي كان احسن بكتير جدا. لكن الماتش اللي فات مع الارسنال هو احسن ماتش تحس ان كلوب رجع، او الفرقه رجعت فايقه بشكل كبير جدا. ميزه كلوب او يعني حاجه كويسه ان لما تلاقي ماني فايق لا اما صلاح فايق. اه طبعا لسه الاثنين مش قوي او ما عملوش البومينج بتاعهم، لكن مثلا ساوثهامبتون كان صلاح مش فايق، ماني كان شادد جدا وجايب جوان كويسه جدا. الناحيه الثانيه بقى الماتش اللي فات ارسنال ماني ما ظهرش كتير، لكن تلاقي صلاح في المشهد. فيرمينيو في الحالتين او في ثلاث حالات دايما لعيب جيد، لعيب رائع، لعيب مهم جدا في شكل الهجوم لفرقه ليفربول. لكن هتلاقي فيه لسه يعني ديفوهات في فرقه ليفربول. روبرتسون مش في حالته خالص، لسه ما ظهرش زي روبرتسون السنين اللي فاتت، او واحد من اهم صناع اللعب. بس عنده قوه، هو عنده قوه هجوميه تغطي اي حاجه، تشيل اي طبعًا حاجه. وده الفرق في ماتش الارسنال يا سيف، لان في ماتش الارسنال الشوط الاول ارسنال مضيع انفرادين، بيبي رايح من نص الملعب ومعدي من روبرتسون، رايح جون وش لوش حطها ديني ادريان غلط مع هو اللاعب. لا فان دايك من 50 مباراه، لا لعيب كويس بيبي على فكره. بيبي في الفانتسي يا سيف هو ما لعبش خالص لسه، اول ماتش يلعب 9.4 رقم كبير جدا على لعيب لسه جاي جديد. ها هداف الدوري الفرنسي كل حاجه، لكن رقم كبير قوي بيتحط فلوس في الفانتسي على بيبي. لعيب طبعا كويس وهيبقى كويس جدا، لكن زي ما بقول لك الارسنال الشوط الاول كان ممكن يكسب. تاني هداف بعد مبابي السنه اللي فاتت. تاني هداف بعد ما سيبك من مبابي طبعا عادي، لكن قصدي من هدافين جايب حاجه 20 جون او 20 جون تقريبا. لعيب كويس قوي، شفناه هنا في كاس افريقيا على فكره في مع كوت ديفوار، لعيب كويس. لكن زي ما بقول لك ليفربول لسه في لعيبه كتير مش في حالتها، بيعتمدوا بنسبة كبيرة على صلاح، على ماني، على فيرمينيو في الحالة الهجومية. مين ينافس لكن دفاعيا مش زي السنة اللي فاتت. مين شكل كبير، مين ينافس شكل كبير في افريقيا، افضل لاعب في افريقيا ماني ولا صلاح؟ ماني وصلاح اعتقد اكتر اثنين، لان هما الاثنين هيلعبوا على الدوري. يعني اوباميانج طبعا على فكرة هيجيب اجوان كتير برضه، لكن اوباميانج الارسنال مش هيلعب على الدوري، الارسنال هيلعب على رابع خامس بعيد يعني، مش هينافس. ماني ممكن ينافس صلاح السنة دي؟ ممكن طبعا مع محرز، خلي بالك محرز برضه، بس مشكلة محرز ان جوارديولا دايما ما بيعتمدش عليه بشكل اساسي، وده اللي هيخليه دايما بعيد شويه. لان اداله اول ما جه يعني حتى ما ريحوش. بس جوارديولا دايما وخصوصا للناس بتوع الفانز يا سيف متعب. سيبك من مثلا دي بروين او 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 ستيرلينج او، لكن مثلا كراس حرب ممكن فجاه يقعد اجويرو، يخلص على الناس اللي واخده اجويرو خلاص، يروح ملعب كيسوس. ممكن برناردو سيلفا ولا ديفيد سيلفا ولا محرز تلاقيه راح مقعد واحد برناردو سيلفا اللي مثلا قال لك احسن واحد في الفرقه، يروح مقعده اول ماتش ولعب محرز، والعكس صحيح. فهي مشكله محرز انه ينافس على بطوله افريقيا، انه ممكن ما يلعب سوري يعني احسن لاعب، انه ممكن ما يلعبش كتير. في برناردو سيلفا موجود على طول، ثانيه طبعا اتعور. بس صلاح هينافس على هداف الدوري السنه دي؟ اعتقد طبعا حتى يومنا هذا هو مسيطر يعني وماشي بشكل كويس. فرقه ليفربول يا سيف هتساعد كمان صلاح. فرقه ليفربول فرقه قويه هتلعب على الدوري، واضح من بص احنا لسه ثلاث اسابيع لكن في مؤشرات. ليفربول رايك في اللي عمله في البي سي؟ مانشستر سيتي
صلاح رايك في العمل في لويس؟ هو كشفه يعني أو أظهره بشكل أن لويس بالنسبة لي هو لعيب ستايل عمره ما كان يعني واحد من اللعيبة الكبار لكن هو ستايل برازيلي. أولا برازيل بيأكله في أي حاجة الناس برازيلي وبتاع بيبتدي الهجمة كويس بيلعب فاولات كويسة جدا بيجيب جوان فدايما شايفين الناس الجانب اللي هو الزيادة عن الدفاع اللي هو بيزود فبيقولك مدافع كويس لكن هو طبعا عنده أخطاء كارثية مع كونتي كان عنده مشاكل مع أي حد مع مورينيو السنة اللي فاتت مع ساري راح باريس سان جيرمان سنة ورجع خلاص ظهر في حجمه الحقيقي. ميزة صلاح صلاح خده على السبتة اللي هي كرة بالذات الجون الثاني ترقيصها بلدي قوي يعني بيبين التهور لويز عارف ليه؟ لأن يعني هو لو ساب الكرة ومشي معاه هيكشف أكتر لأن بس صلاح بيعملها بقاله كتير زي لا وصلاح عملش حاجة وصلاح عمل رايح وصلاح عمل رايح وسابها وخدها وخد السبرنت بتاعه خلاص هو المشكلة في لويز إن هو رايح غلط التايم بتاعه غلط ما تروحش استنى خد خطوتين لورا لأن صلاح سريع جدا تلاقيه عايز تقطع من قدام ساعات المدربين يقول لك ما تقطعش من قدام الفورورد لأن لو خدها ولف أنت مش هتجيبه سيبه يستلم وخليك أنت وخليك واخد خطوتين لورا لأنه سريع صلاح ما ينفعش تقف معاه مان تو مان كده لازم تسيب له خطوة عشان هو أكيد المهاجم السريع لازم تدي له مساحة ما ينفعش تقف لا إما تبقى في ظهره على طول لا إما لو خد استلم ما تقعدش معاه بقى لازم تاخد خطوتين لورا لأنه سريع جدا طيب برضو يعني التشكيل بتاعك الـ الـ الاسبوع ده هل في تغيير هغير يوتا اديته فرصه كبيره يوتا متالق جدا في اوروبا ليج لكن ما بيجيبش حاجه خالص في البريمير ليج فهغيره هحط هالر لاعب استون لاعب وستام جاب جون الاسبوع اللي فات وهو مهاجم كويس في الدوري الالماني اشتغل كويس جدا هنشوف تشكيلاتك انت وميدو على الاقل كوره وميدو اعتقد مش هيغير حاجه الاسبوع ده عامل وايلد كارد بيخليه في اللي هو فيه فغالبا هحط هالر يعني راس حربة عنده ماتش سهل الاسبوع الجاي نوعا ما يعني مفيش حاجه سهل لكن يعني نوعا ما جاب جون فممكن ده يدخله الاجواء بشكل جاب جون حلو قوي قوي الاسبوع اللي فات وضيع جون سهل قوي فهحط هو هالر واسيب نفس الفرقه ان شاء الله بس ميس ماونت ما يبقاش متعور لان يعني لغايه النهارده كان لسه في شكوك شويه فاتمنى انه يلعب يعني طيب فاصل ونرجع نتكلم تاني على الدوري الانجليزي توقعات الاسبوع القادم هل ليفربول هيفضل المتصدر ولا السيتي هيعمل ايه؟ هنشوف مع ثعلب بعد الفاصل. في بعض الحاجات في الدوري الانجليزي حازم برضو نقولها سريعا للناس ليفربول بيكسب الارسنال 3-1 محمد صلاح بيتالق بشكل كبير جدا استون فيلا بيكسب ايفرتون تريزيجيه بيشارك اساسي للمره الثالثه رايك بص هقف عن تريزيجيه شويه ان عاجبني تريزيجيه من ساعه ما جه بيلعب ماتشات كلها مع فرقه بتعاني وهتصارع على يعني مشاكل عندها مشاكل اكيد وفرقه لسه طالعه من الدرجه الثانيه فاكيد بتبقى صعب قوي او عايزه مدرب يعتمد على ناس قويه وعندها خبرات عشان يقدر يكمل في البريمير ليج فانه بيعتمد دين سميث على لا سوري انه بيعتمد المدرب استون فيلا على صلاح على غازي على انور غازي لا على على انا بتكلم على تريزيجيه بيتكلم انه بيعتمد على تريزيجيه بالشكل الكبير ده ثلاث ماتشات متواجد على طول بيحطه يمين يحطه شمال يحطه في العمق شويه فده اللي عاجبني صلاح طبعا خلاص واحد من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي وكل الناس عامله له حساب لكن تريزيجيه كنت متوقع ان هياخد مثلا اول اسبوعين ثلاثه ينزل شوط ثاني ينزل ربع ساعه لكن واضح انه عامل شغل كويس جدا مدرب مقتنع بيه بشكل كبير وهو بيأدي بشكل جيد جدا كان يمكن الماتش الثاني ضيع فرصه مهمه لكن انا متهيألي تريزيجيه مع الوقت انه يتأقلم بسرعه كده خصوصا هو بيهاجم ممكن تبقى مدافع لكن المهاجمين بيبقى دايما ليهم ادوار مختلفه ولازم تقنع المدرب بتاعك انه يعرف يهاجم ويعرف يدافع عايزه قوه بدنيه كبيره فانا مبسوط بيه جدا ان شاء الله يعمل يعني يخش كمان ويجيب جون ويظبط الدنيا اكتر من كده ان شاء الله يعني يكسر الدنيا باذن الله تشيلسي بيكسب نورتش في مباراه ثقيله جدا 3-2 جدا مارسون يعني بص لامبرد من الماتش يمكن اقل شوط عمله كان شوط ليستر الثاني لكن عمل السوبر كاب جيد جدا الماتش الاولاني عمله مع مانشستر عمل انه خسر 4 بس عمل ماتش كويس الماتش اللي فات مع نورتش ميس ماونت برضو اللي راهن عليه جاب جون تامي ابراهام جاب جونين ويمكن تامي ابراهام بعد البنالتي ضيعه في السوبر كاب
اتهاجم ولامبرت في المؤتمر الصحفي طلع هاجم الناس المشجعين تشيلسي اللي هاجموا ابراهام بشكل قوي جدا، هاجمهم وقال انه متضايق جدا انك تهاجم لعيب عندي بالشكل ده. راجل رد وجاب جونين ولعيب صغير في السن. انا بشوف لامبرت عامل فرقه كويسه قوي. مشكله لامبرت دايما هتبقى ممكن في الشوط الثاني شويه انه ما عندوش ادوات بار، ما عندوش حد. بيدرو اتعور في الماتش وهو بيسخن، وبالتالي ما فيش حد بار ينزل غير ويليان. دي هتبقى مشكله بتقابل لامبرت، ان هو دايما لما بيجي كمان مش كويس. دفاعه كمان مش كويس، هو ما عندوش حد. زوما وكريستن الاثنين قليلين، يعني الاثنين لو في سطح مدافعين جامدين مش هيلعبوا، هيبقوا دايما احتياطي. فهو خلي بالك بيلعب بادوات ضعيفه، لكن بيلعب كوره كويسه. وجهه نظري دايما هيبقى عنده مشكله في التبديلات، لو حاجه حصلت في الفرقه وعايز ينزل مش هيلاقي عنده لعيبه كتير تسعفه عشان تلعب في البريمير ليج وتبقى من الاربعه الكبار او في الشامبيونز ليج اللي هو داخل فيها. طبعا بس حد ينزل لنا كمان الماتشات بتاعه الاسبوع اللي جاي عشان نتكلم فيها. هي دي مشكله لامبرت، لكن مدرب لغايه دلوقتي بصراحه اثبت انه مدرب كويس قوي. لعيب كوره، بيلعب كوره حلوه، بيلعب كوره ممتعه، سرعه نقل الهجمه، اللعب على الجون، الجرأه الهجوميه الشديده جدا دي بتكلفه حاجات كتير زي ماتش مانشستر يونايتد. مع الماتشات اكيد هيظبط شويه يعني. توقعاتك سريعا بقى حازم. ما بلاش التوقعات، انا مش ماشيه كويس. سريعا مان يونايتد ممكن تعادل، تشيلسي تشيلسي كريستال بالاس ليستر بورموث ممكن تعادل او ليستر يكسب، مان سيتي برايتون، مان سيتي نيوكاسل عمل مفاجاه وما اعتقدش ان حد توقع الاسبوع اللي فات انه يكسب توتنهام في توتنهام، صح؟ فممكن يكسب برضه ماتش واتفورد بعد الفوز المعنوي المهم ده. ويست هام ونورتش ماتش جوان، متهيألي ويست هام ممكن يبقى اقرب. ليفربول طبعا بس ماتش غلس على فكره، بيرنلي في ملعبها فرقه صعبه وفرقه بتدافع كويس، هيبقى ماتش صعب جدا على ليفربول. ايفرتون ماتش صعب جدا برضه، بس ايفرتون عمل ماتش كويس في الكاس وديني تألق وريتشلسون الاثنين حطيتهم في فرقة عندي، فان شاء الله رب يتألقوا في وولفز. أرسنال أرسنال سبيرز أعتقد ممكن يكون أرسنال، ممكن يكون أرسنال. عايز سريعا قبل ما نختم، عايزك تقولي رأيك برضو في بطولة كاس زد، يعني إن مصر يكون فيها بطولة زي كده لبعض الناشئين في ست سبع فرق موجودين. بص سيف، دايما بشوف، قلت دايما بشوف طبعا بطولة زد دي الولاد عندهم 12 سنة البراعم، بشوف دايما النوع ده من البطولات في دول الخليج، هتلاقيها في دبي كتير. بتلاقي الفرق الخليج دايما بتجمع في حاجات في شهر 12 في شهر 1، فرق كتيره من اوروبا، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان. اول ما اشوف الشكل ده عندنا في مصر، فرقه للبراعم 12 سنه، جبت فرق من هولندا، من اسبانيا، من ايطاليا، من فرنسا، مع تونس، حاجه جيده جدا. ومتهيألي دي هتكون بدايه وليست يعني واحده فقط، لان دي بدايه انا اعتقد ان دي هتسمع مع الاولاد بره وهتخلي فرق تمان اكبر شويه تيجي في السنه الجايه. الاولاد الصغيرين بتوعنا اللي بيلعبوا في مصر هنا، اللي بيلعبوا مع الناس دي، ياخدوا احتكاك قوي جدا من هو عنده 12 سنه، بيلعب مع فالنسيا، بيلعب مع مارسيليا، بيلعب مع اوترخت، بيلعب مع جنت، في فرق كتير بيلعب معاهم كويس. احنا عايزين النوع ده من التجمعات، وعايزين نكبرها كمان تبقى على مستوى الشباب وعلى مستوى المنتخب الاوروبي، نجيب وعلى مستوى الانديه النشاط الوديه اللي قبل ان شاء الله باذن الله تكون الحاجات دي تكون لينا كويسه جدا ان شاء الله. بشكرك يا ثعلب. بشكرك يا سيف، شكرا جزيلا. شوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله على ميدو. ثعلب حط علي ميدو وحشني، والزر بيتعافى وحشني. خلصنا حلقتنا النهارده، طبعا الثعلب يعني للراوند الثالث على التوالي متقدم على العالمي، ولكن ميدو واضح ان هو في وعكه صحيه، وهنشوف طبعا بطوله كاس زد بطوله رائعه ان شاء الله تبقى البدايه. وكل شكر لشركه اورا وتنظيم اكثر من رائع، وجود اكثر من ست فرق من اوروبا موجودين هنا في مصر. الحقيقه استثمار مهم جدا واستثمار كبير جدا. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله، ومنافسه اخرى ما بين الثعلب والعالمي. استنونا. Stars of fantasy.